هنقدر نستفاد بايه النهارده؟ شرحنا الفيرب تو هاف، خدنا اجزاء الشقه، بس اجزاء الشقه انا هعملها في فيديو هنلعب فيه ونعمل فيه افكار حلوه قوي وكروت وحاجات جميله نحفظ فيها الكلمات، وكمان هتبقى بالصور. بس يلا النهارده نشوف ايه الجزء اللي هناخده في الفوناتكس، وهناخد قاعده الا والان كاسئله، وهناخد قطعه صغيره نعلم اصحابنا في البيت ازاي يقروا قطعه وهم لسه 5 سنين. يلا ليتس ستارت. النهارده هناخد الساوند اوف ذا ليتر يو، صوت حرف اليو. في ناس بتقول لي نضم شفايفنا او ومش عارف حاجات غريبه. نو ليسن تو مي، حرف اليو مخبوط في دماغه قال لي حرف اليو مخبوط في دماغه قال لي اكسلان. حرف اليو مخبوط في دماغه قال لي اكسلان. حرف اليو مخبوط في دماغه قال لي برافو عليكم. يبقى اتخبط وقال لي تعالوا بقى لما نشوف احنا اللي نكون المقطع الصوتي وازاي نخلي الاولاد يكونوه. انا اللي بعمله. يلا معايا. اس بلس يو ميكس ساوند صح. فيري جود. ام بلس يو ميكس ساوند صح. كي بلس يو ميكس ساوند صح. كا. برافو ياسين. بي بلس يو ميكس ساوند ياسين. يوسف. ان بلس يو ميكس ساوند نا. امي 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 صغنونه دي حسن. اف بلس يو ميكس ساوند فا. عسل. وريهم الناس اللي بتقول ان الصغيرين ازاي بينطقوا انجلش اصلا. يلا يا اروى صغنونه الثانيه 4 سنين. يلا ار بلس يو ميكس ساوند را. اروى را. فيري جود. كمان بعد ما بخليهم يكونوا المقطع الصوتي انا بكتب كلمات عشوائيه نقراها كلنا. يلا يا ولاد. ها وبعد ما بخليهم خلاص ثانك يو فيري جود. سا دا فا ما كا نا سا. وبعد ما بخليهم يقراوا مقطعين او كلمه مكونه من حرفين يلا نجرب. ثلاث حروف. يلا يلا نختار. جودي جودي حسن. Hey what is this? Sub. Sub. Clap your hands for Judy. Hello Rudy. What is this? Clap your hands for Rudy. يلا يا هلا. What is this? Mr. O and you. Repeat
عصير، لازم اخد حرفين مش حرف واحد. انا شقي انا طماع هاخد اتنين. 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 طب تعالوا اما نشوف في الملزمة عندكم مثلا كلمة باب وكلمة انت وكلمة ار وكلمة هاند وكلمة اورنج. يلا ما نجربهم مع بعض. يلا هي كلمة باب يا يوسف، بحط خط تحت الحرف الأولاني. باب بتبدأ بالساوند ايه؟ البي شهية؟ لا لا ما تقوليش لا، قولي أنا مش شاي أنا مش طماع. بتربي كده، أنا مش شاي أنا مش طماع. أنا مش شاي أنا مش طماع. بناخد حرف ولا اتنين؟ واحد اللي هو الإيه بس. برافو عليك. طيب اللي بعده يلا ياسين. بتبدا بايه يا ياسين؟ صوت الايه. صوت الايه شقي؟ انا شقي انا طماع. انا شقي انا طماع. حرف ولا اتنين؟ اتنين. انا شقي انا طماع اخد اتنين. يلا الدور على مين؟ يلا يا انس. كلمه ارم بتبدا بالايه؟ الايه شقيه؟ لا. الايه؟ شقيه. اول واحده شقيه على التورته ايه؟ نطت على التورته على طول. شقية يبقى طماعة ولا مش طماعة؟ أنا شقي أنا طماعة وهاخد الآ ولا الآن؟ آن. برافو هاخد حرفين أهم آن. اللي بعده صوت الإتش. ها يلا يا مهاب. الإتش شقية؟ أنا مش شاي أنا مش طماع. يبقى واحد ولا اتنين؟ واحد. اللي هو آ ولا آن؟ آن. الإيه بس. برافو. اورنج بتبدا بالساوند اوف او. يلا يا دهاني. بتبدا بصوت الاو ولازم الصوت ماليش دعوه بالحرف. صوت الاو شقي؟ كان بيغني في الحفله. اي اي او يو اي اي او يو. الاو اهي كان بتغني. هاي يبقى شقيه ولا مش شقيه؟ شقيه. وطالما شقيه هتقول لك ايه؟ أنا شقي أنا طماع. أنا شقي أنا طماع. حرف ولا اتنين؟ اتنين. حرف ولا اتنين؟ اتنين. أنا شقي أنا طماع هاخد اتنين. اتنين. برافو. بنحل بقية الملزمة أو بنحل بقية المقطع إحنا لوحدنا. يلا أما أشوف مين الشاطر هيعرفها. عندي مثلا كلمة بنسل في عمود تاني اللي هو كلمة إيه؟ بتبدا بالساوند اوف بي. شاي ولا مش شاي؟ مش شاي. مش شاي يبقى طماع ولا مش طماع؟ مش طماع. برافو علينا. بياخد ايه؟ الباقي هنحله لوحدنا. هاتوا الصفحه اللي بعدها نقرا قطعه مع بعض. يلا في قطعه بتقول لازم نقراها. اقرا يلا يا ملك السطر الاولاني في القطعه. اي ام. كل مرة لازم عشان أحسن قراية الأولاد. لازم الصغيرين يقروا لوحدهم. إيه يلا سامي سامي. أي أم كريم. أنا أكون كريم. يلا يا ملك إيه الجملة الثانية؟ أي أم فايف. أنا عندي خمس سنين. يلا نيكست. أي أم أبوي. أنا ولد. يلا يا سيف إيه الجملة الرابعة؟ دي قطعة عن كريم. كيجي كيجي 2. اي ام ان كيجي 2. انا في كيجي 2. يلا يا ادم. اي كات كيك. اي كان كيك. انا استطيع ان اشوط. يلا يا هنا. اي كان رن. انا استطيع ان اجري. السؤال الاولاني يا ريا رودي قول لنا صح ولا غلط. اي ام ايه؟ هو كان اي ام 5. كريم كان عنده 5. يس يبقى نعمل الاولى. يس يلا نعمل الاولى. يس يلا جودي. يبقى الاولى يس. ايه الجمله الثانيه يا جودي؟ اي كان كيك. يس ولا نو؟ يس. برافو. نيكست اللي بعدها. يلا يا اي ام ان. لا
مني يا رب قطعه. ازاي نعرف اغنيه الباو ليترز الحروف المتحركه؟ ما تنساش لايك وتعليق جميل للاولاد. جود باي.